سلام، اهلا وسهلا ومرحبا بكل المشاهدين المتابعين الاوفياء لقناه تي في فريكونسيز. كل عام وانتم بألف خير احبائي في كل مكان من الوطن العربي الحبيب. احبائي، ساقدم لكم 6 قنوات مهمه، منها قنوات افلام اجنبيه على نايلسات. صلوا على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، عليه افضل الصلوات وازكى التسليم. تفضلوا اذا لاضافه التردد وبدون اطاله. من القائمه الرئيسيه منيو نختار دائما التركيب، ثم قائمة تي بي تظهر لنا هذه الشاشة. نضيف التردد، نضغط على زر إضافة التردد في الريموت كنترول ونضيف التردد 11.6.78، معدل ترميز 27500، والاستقطاب عمودي أو رأسي أو حرفي. إذا أحبائي، هذا التردد تظهر عليه قنوات كثيرة بطبيعة الحال، أكثر من 20 قناة، لكن القنوات المهمة على هذا التردد قناة الأفلام الأجنبية وان موفيز، قناة فوكس موفيز، قناة الشاشة سينما، قناة الشاشة سينما للأفلام المصرية، قناة سكرية سينما أيضا، قناة فوكس بالعربي، قناة فوكس حكايات، قناة وان دراما. كلها قنوات مهمة نتابعها هذه الأيام باهتمام. أتمنى لكم أحبائي مشاهدة طيبة وممتعة على جميع قنوات أنايسات وعلى قناتي. أتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنكم. شكرا لكم أحبائي على ثقتكم التي وضعتموها في. أتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنكم وأكون ضيفة خفيفة الظل عليكم. شكرا لاختياركم لقناتي. دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.